إنه حقيقة يأتي في وقت حرج في وهذا كله فقط ليس إلا بناء كما يفعل الإسرائيليون اليوم هم ينفذون تمارين عسكرية في البحر المتوسط والتي هي تشبيه لهجمات جوية او محمولة بالجو على المنشآت النووية الايرانية، ويفعلون ذلك علنا امام مرأى العالم في البحر المتوسط، فكل شيء يتوجه نحو الحل العسكري وليس الى الحل السلمي وهذا ما انا قلق جدا بشأنه، وهذا ما يجب ان يكون شعب المنطقة قلق بشأنه لان هذه الدول خارجة عن السيطرة. اعتقد بأن طهران قد كانت أكثر صبراً وأظهرت حقيقة ضبط النفس، إلا أن الإسرائيليين يستمرون بالاستفزاز. كل ذلك الضغط وهذا الاستفزاز يتراكم عبر الوقت. ويجب على الولايات المتحدة أن تقول هذا يكفي. نحن لن نصدر إليكم أي طائرات لتزويد بالوقود جواً. قد نسمح ربما. ببعض الامكانات الدفاعيه ان المساعدات العسكريه التي تقدمها للولايات المتحده الولايات المتحده الى اسرائيل يجب ان تكون مشروطه بالاستخدام الدفاعي فقط في بعض الاحيان يمكن استخدام السلاح الدفاعي للهجوم ولكن لماذا نعطيهم قدرات تزود بالوقود جويا ما الذي سيفعلونه بذلك هو للهجوم على بلد اخر لان اسرائيل بحد ذاتها صغيره جدا يمكنك ان تطير فيها كلها بالطائره في لماذا يحتاجون الى امكانيه التزود بالوقود في الهواء وبكميات كبيره؟ لماذا؟ لا احد يتوقف ليطرح هذه الاسئله. في لحظه ما يجب ان يوقف احدهم هذا الجهد. احد ما يتحلى بالمسؤوليه في الاداره الامريكيه يجب ان يوقف كل ذلك بهدف اعاده التقييم اعاده التقييم الاستراتيجي لان ما يحصل وان استمر هذا الوضع فانه يمكنه ببساطه ان يتحول الى وضع خارج عن السيطره وهذا ما نحن متجهون اليه بوضوح الا ان استطعنا التوصل الى اتفاق تحت الاتفاقيه النوويه كاشاره لانخفاض التوتر وان مما يثبت الثقه بان البرنامج النووي سوف يكون استخداماته سلميه مدنيه وربما يجب على الايرانيين والاسرائيليين ان يجلسوا معا ليتحدثوا لي بدلا من ان يهددوا بعضهم البعض عن بعد لان لا احد سينتصر في مثل هذه الحرب